السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين القناة متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي ليفربول اليوم أمام نادي نيوكاسل يونايتد، مباراة في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الاثنين 1/1/2024. كل عام وأنتم بخير. المباراة بإذن الله تعالى بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة بعد الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة اي بي ان سبورتس اتش دي 1 الأولى وبي ان 4K والمعلق أحمد البلوشي. ملعب المباراة ملعب الأنفيلد، الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.